اهلا وسهلا، كنتمنى تكون لاباس عليكم بخير وعلى خير وفي اطيب الاحوال. ومرحبا بكم معايا في القناه ديالي مريم في السويد، مريم اون سويد. غتقولوا سيغمون شاد البدود هذا الفيديو هذا بالخضره. انا نعاود لكم شنو القصه. هذا الفيديو هذا كيف شفتوا في العنوان غتكون فيه تحضيرات السفر، وكذلك كيف قلت لكم غنشارك معكم الاجواء ديال المطار ديال ايرلندا هنايا في ستوكهولم. ما علينا، دابا علاش كنوريكم هذه الخضره؟ لانه اول حاجه كنعملها ملي كنكون ماشيه مسافره في التحضيرات هو انني كنجبد الماكله اللي عندي باقيه، اللي عارفه غتخسر باش ما كنضيعش، وكنصوبها قبل ما كنمشي. دابا كانت عندي هذه الخضره هذه باقيه، قبضتها وغنعملها في الصينيه في الفران وغناكلوا بها الغداء لهذا النهار هذا، لانه حنايا لا غدا ديالو ماشي مسافرين. دونك الحاجات اللي باقيه اللي في الثلاجه كاملين كنتخلص منهم قبل ما كنمشي. فوالا، وهي طابت ديك الخضره واش ما كنخليوهاش تدعم مورانا، غتبقى دابا في الدار هي غادي تخسر. دونك هي اللي غناكلو دابا. جبرتوني غنخرج غنمشي نقضي شي اغراض اخر ساعه، ولا بدا كيكون شي حاجه خاصها تقضى. ها شي صندلات البحر صغار تاع الوليدات، ها هادي هي. دونك غنمشي نقضي اغراض. في الاخر لاحظ ديما الانسان كيبقى كيجري ديما كيتفكر الحاجات ناقصينو. انا بدا كنمشي ليك وقع لي دائما ليكم ماشي مسافره، دائما كنجوني في الاخر هذه نسيتها هذه محتاجاها. سي كوم سا. اي كاينين لي سولد بزاف بزاف بزاف. دابا لي سولد ديال الصيف بزاف كاين بزاف موضة. هادو دابا هاد الساعة هادي اللي خرجوا لي بهاد الجبادة هكدا هنايا تاع لي توب ايتو بحال هاد الشكل هذا، الكسيوات بحال هكدا عاملين بحال هكدا هاد لي توب بيدهم هكدا. واللوينة د الصيف بيان سور. كان خصنا صندلة البحر، شكلها البحر شكلها كنقولها سي دروك آخر حاجة صافي. كل يسمع هاد الاغنية تاع المجرد الاخر يعد الكلام تحفة. انا بعدا عجبتني بزاف، كيعجبني نسمع. بيان سور ما كنقدرش نعمل بزاف ديال الموسيقى في اليوتيوب حيت اليوتيوب نو نو انترديت تعمل الموسيقى، دونك غير لقطة صغيرة بحال كتكونوا عارفينها مزيونة بزاف. الا ماشي واحد باقي ما سمعهاش يسمعوها مزيونة كتنشط. ودابا جا الوقت جميع المحوايج. باقيه لي هادي المره اللي فاتت ما حيدتها.
فوالا هي لا فاليز ديالي كيفاش باينه مرتبه، ما خداوليش الحوايج متاع بزاف بهذه الطريقه هذه، كيبقاو باينين وما كياخذوش اتساع بزاف كيف قلت لكم. كنحاول نقسم، كنستعمل لي تخوز حتى هما، كل حاجه كنعملها في تخوز حدا، مثلا الحاجه لي بوكل دوغي كنعملهم بوحديتهم في لا تخوز هما، والحاجه الاكسسوار الماكياج كنعملهم بوحديتو، العكاكر مثلا ما كنديش معايا بزاف ولكن انتم كنعملهم بوحديتهم. هاد الكومبارتيمون هذا عملت فيه السكن والصبابط والحوايج البحر بوحدهم. المهم كيجي داك الشيء مرتب، وكيف قلت لكم كنقسم، كنستعمل لي تخوس، كل تخوس كنعمل فيها حاجه، كوم سا كيكون لي داك الشيء مرتب، حتى خلال الفتره ديالي دي السفر كنجبر كل حاجه دغيا دغيا سهله قدامي. ودابا جا الوقت باش نمشيو، وبسم الله توكلنا على الله. الوغ الحاجه اللي نقدر نقول لكم هنايا، مثلا نبدا نشارك معكم المعلومات على السفر. مثلا شركه الطيران اللي حنا كنا ماشيين معها في الاول، كان الوقت اللي غنمشيو فيه في 8 الليل تقريبا، واحد 3 ايام من قبل صيفطونا ايميل وقالوا لنا بانه بدلوا الوقت، سقاس الطياره غطير تانيولا الفول الاولاني وعوضوه بالفول الثاني اللي الطياره غطير فيه مع 9 الصباح 9 ونص هكاك تقريبا. المهم اللي حنا خرجنا من الدار مع ديك 6 الصباح باش نلحقوا في الوقت، وقالوا بانه خصنا نجيو قبل من الوقت بزاف اكثر من دائما، باش لانه كيكون لان دابا الفيروس وكاين اجراءات اللي كيتخادو، خص الواحد يكون تكون الواحد ما بينه وبين اخر مسافه طويله كبيره، ما يكونش يقرب من بعضه هذا يعني سي دو سويت، دونك الواحد خصو يوصل المطار قبل من الوقت قبل من العاده. دونك هذه اول حاجه بدلوا لنا الوقت ديال الطيران. والباركينغ ديال المطار ديال ارلاندا كيصلحوا فيهم كيعاودوا ديك الشيء، ما بقاش بحال اللي كان. الحاجه بعداك المطار مصفر خاوي جاري، واللي لاحظت دابا ملي دخلنا المطار الناس بزاف عاملين لي ماسك، كيف فايت لي قلت لكم حنا في السويد الناس ما كيعملوش لي ماسك، الماسك ماشي زعما البافيت ماشي اوبليغاتوار انها تكون عامله، مي هنايا في المطار كلشي عامله، الناس كاملين كيشوفوا عاملين، دونك حنا نجيب لينا حنايا ونعملوها، اغلبيه ديال الناس ماشي كلشي بحق اغلبيه عامله. في المطار هنايا د ارلاندا د ستوكهولم كاين كتخرج لي تيكي ديال الطيار راسك سي اوتوماتيك بحال اللي كنعملو دابا حنايا، وكتخرج حتى لي تيكي اللي كنلصقوهم في الباجاج ديالنا راسك وكتعملو في الباجاج، كتوزن الباجاج ديالك راسك وكتصيفط الباجاج، دونك سي اوتوماتيك. هانتوما كيف كتشوفو معايا كنعملو ديكشي راسنا، مكنحتاجوش نمشيو لانكيش. هنايا كاين فين الواحد يقدر من يدو الاوي الكول عمل من يدك من يدك، لا زيد شويه واش زيد شويه واش سو دابا هي هبطو هبطو هاك جين وهنايا كنوري لكم البلاصه ديال الفري شوب ولا التاكس فري اللي كتحمقني انا هذه في المطارات، كيعجبني بزاف نمشي نتسرى فيها. دابا عاد كنت كنوري لكم الوليد ديالي ادم اللي بالماسك اللي كنقول له هبطوا شويه شي تنفس في الاول، بما ان حنا مولفينش هنايا كيف قلت لكم في السويد لي ماسك، الوليدات جاهم شي حاجه اللي قنطاتهم بزاف، بقينا شحال حنايا كنشرحوا لهم وهذا باش بغاو يلبسوه في الاخر، بون قلنا لهم بزز من ما عندنا ما نعملو، هادشي هذا قانون، هو هذا القانون دابا بحق في الاول تعذبوا شي شويش ما ولفوهاش بحق من بعد ولفوا دغيا دغيا. دونك فوالا ها انا كندور هنايا كنشوف شنو كاين المستجدات ولا بد ما نطلع عليهم، وكيف كتشوفوا معايا كيف كنوريكم في المطار الدنيا ماشي عامره بزاف، الناس بعادين على بعضياتهم ما كيقربوش قدام بعضهم، كل واحد كيقبط القنت ديالو وصافي، ماشي شي حاجه اللي زعمك غريبه ولا ماشي هذيك. هنايا في المطار هنا فين حنايا دابا زعما كنت ديجا قبل ما نوصل للديستنيشن فين حنايا ماشيين، ما كاينش زعما شي واحد اللي شاف لنا شي حراره او لا شي حاجه نو. و هانتوما كيفاش كتشوفوا معايا السما كيفاش عامله البلاصه اللي حنايا ماشيين منها يعني ستوكهولم، الجو فيها مغيم شتيوات، لابسين علينا ليفست سراول، يعني الجو ماشي سخون، دونك البلاصه اللي غنمشيو لها غتكون سخيخنا كثار، وانتوما تشوفوا معايا كيفاش غتكون. وكيف كتشوفوا هما الناس جالسين بلا ماسك بعادين على بعضياتهم، وهذا هو المطار د ارلاندا.
وهانت انا بالماسك ديالي. ودابا الانتظار، انا كنقول اللهم الواحد يتسنى يمشي بكري ويتسنى ولا يمشي معطل ويستريسي. دونك دابا كنتسناو. دابا طلعنا في الطياره كيف كتشوفوا معايا الطياره. المعلومات اللي قدرنا نعطيكم، مهم هذه الصاص فين حنايا ماشيين، جبرنا كل واحد كيجبر سيرفييت اللي كديزانفيكتي اليدين في موطعو وقرع الماء، محايدين الماكله، ما يمكن لكش تكوموندي الماكله ولا شي حاجه على ود الفيروس. وصافي دابا الطياره هي غادي تقلع. دابا في وسط الطياره الماسك اوبليغاتوار، خص ولا ود تبقى لابس الكمامه ديالك في الماسك، ما خصكش تحيدها، كيقولوها لي زوتيس دو لير وكيقولها حتى البيلوت ملي كيكون كيهضر. والله يوصلنا على خير. وها نحن في السماء هنايا، غنخلي الفيديو ديالنا وقفه، غنخليها هنايا، نقول لكم باي باي. الفيديو اللي ما جاي اللي غنوري لكم فيها المطاع فين سافرنا ديستيناسيون، وطبعا غيكونوا فلوقات تماك في المطاع اللي غنمشيو لها. تسناوني باش تبع معايا الفيديوهات اللي ما جاي ان شاء الله، وما تنساوش تخليوا لي لايك وان كومونتير. باي باي. وقبل ما نسالي الفيديو نوريكم الفكره اللي جاتني، تيشيرت اللي لابسه مكتوب فيه وينين دات ترافل، يعني في حاله شك سافر. هذه واحد الفكره كانت جاتني، لبست تيشيرت بحال هكا بما انه انا مسافره.